تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. قصتنا اليوم لطيفه خفيفه وبتكشف عن مهاره وشخصيه مخيفه عند النجم البرازيلي روماريو. قصتنا اليوم امتداد لسلسلة لها أكثر من سنة من قصص الجمعة، بإمكانكم تروحوا تشوفوا قائمة التشغيل في اليوتيوب وتستمتعوا فيها وتتسلوا. لو أجيت قلت لك لاعب برازيلي بدون ما أحكي لك اسمه، احكي لي صفة على الأغلب حتلقاها فيه، حتقولي مهاري. أقول لك طب صفة ثانية، حتقولي بحب السهر. وهذا فعلا الكلام اللي بينطبق على روماريو، قمة في المهارة وقمة في حب السهر. في عام 1993 قرر يوهاني كرويف يكمل فريق الأحلام، أول فريق أحلام كرة قدم كان عم بتكون تحت قيادته في برشلونة. كان عم بيقول ببساطة ناقصني مهاجم، دور في كرة القدم ما لقي أفضل وأهم من روماريو المتألق جدا مع ايندهوفن. جلبه لعب هداف بلا نقاش، حيسجل أهداف كثير. لكن من أول يوم وصل في روماريو ظهرت مشكلة كبيرة. هذا اللاعب بحب يسهر كثير، ما بحب ينام بدري، ويقال إنه ما كان يشرب كحوليات لما يطلع يسهر، وكان يكتفي بالمشروبات الغازية، وهذا اللي ما كان يخلي الناس تقدر تشوف التأثير الكبير على مستواه في أرض الملعب. مشكلة ثانية أظهرها روماريو، بحب يسافر كثير على البرازيل، بيشتاق لأهله، بيشتاق لأرض البرازيل كثير. وهون بدأ النقاش، كيف ممكن يتعامل كرويف مع روماريو؟ صارت صفقة ما أعلن عنها، ما حدا عرف عنها. تحديات بينه وبين كرويف من تحت الطاولة، سجل هيك أهداف بوديك على البرازيل يوم زيادة، سجل هيك أهداف بطنش شوي جلسة تدريبية إلك. ومن هون كانت الصفقة الأغرب، سجل واستمتع بالنسبة لروماريو. وروماريو سجل في موسمه الأول في الدوري الإسباني 30 هدف، رقم أيامها كان مهول رهيب لا يمكن تصديقه بسهولة، لأنه كان لسه ما إجاش ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللي يوما ما قال روماريو عن نفسه أفضل منهم الاثنين قبل ما يتراجع لاحقا ويقول لا هم أفضل مني. ولما تكون في مسيرتك 660 هدف وباللما نيجي نحسب المش رسميات بيزيدوا عدد الأهداف عن 1000، بصير أسهل شيء في حياتك تعمل رهان إنك تسجل أهداف. وهذا اللي حصل لما اقترب مهرجان ريو دي جانيرو كارنفال بعام 94. روماريو نفسه يروح، بس في مشكلة، الإجازة اللي برشلونة ناوي يعطيها للاعبين 4 أيام بس، وبالنسبة لروماريو يوم ونص رايح بالجو ويوم ونص راجع، راحوا 3 أيام، يعني ما فيش وقت ابدا له يروح على الكرنفال. راح شرح ليوهاني كرويف، قال له هذا اللاعب دنماركي وهذا زيوزلافي وهذا صربي وهذا من وين ما كانت جنسيتهم، طريقهم 3-4 ساعات بالجو، انا يوم ونص، فهذا ظلم. فقال له كرويف ما بقدر اساعدك وما بقدر اعطيك معامله استثنائيه، احكي لي شو ممكن اعمل. فقال له روماريو خليني اسجل هدفين، لو سجلتهم في المباراه الجاي بتعطيني يومين زياده. فقال له كرويف والله الفكره حلوه، روح العب والعب. وروماريو ما خيب الظن وسجل في ذلك اللقاء هاتريك، وخرج من اللقاء مباشرة نحو المطار لأنه من كثر الثقة بالنفس كان حاجز التذكرة ساعة بعد نهاية المباراة، وعلى طول من هناك إلى البرازيل وقضى الكرنفال اللي كان بده يشوفه. وبعد ذلك طبعا كان في نوع من التحفظ من اللاعبين حسب ما قالت صحيفة آس على هذه الصفقة الغريبة، إنه يسجل مقابل ياخذ يوم إجازة أو استثناء من تدريب. ولكن يوهاني كرويف كان بيعرف شو بيعمل، لأنه روماريو سجل 30 هدف بالموسم الأول، بالموسم الثاني العلاقة ساءت، أصبح روماريو خارج السيطرة أكثر وأصبح نوع من المصدر السلبي نتيجة هذه الشخصية. لاحظوا شيء مهم بالقصة، ما قلت في مين سجل الهاتريك، لأنه لما دورت أكثر يوهاني كرويف وروماريو رووا القصة الاثنين، والاثنين ما حكوا في مين إجا الهاتريك، شيء غريب. لكن كثير مصادر صحفية، كثير مصادر إعلامية عم بتقول ذلك الهاتريك هو اللي سجله روماريو في مطلع عام 94 لما هز شباك ريال مدريد وقدر يقود برشلونة انه يسحقهم بخماسية نظيفة. كثير ناس بتحكي انه هذه هي المباراة، لكن في مصدر خلاني ارجع شوي بخطوة وقال على الاغلب المقصود بهذه المباراة اللي تكلم عنها روماريو وكرويف دون الاشارة انها في شباك ريال مدريد، انها مباراة اوساسونا اللي كانت بعد مباراة ريال مدريد بجولتين تقريبا، واللي فاز فيها برشلونة 8-1، وحقق ايضا روماريو هاتريك اخر. روماريو وعد كرويف بهدفين وسجل هاتريك، وفي المباراتين مدريد واساسونا جاء الهاتريك. لكن حسب المدونة هذه انه هي الاقرب لموعد كارنفال ريو دي جانيرو مش مباراة ريال مدريد. مش مهم وين المباراة لانه مش هذه قصتنا، قصتنا مين هو روماريو اللاعب اللي بيحكي عنه جوس هيدين. لما كنت ادربه مع ايندهوفن ويشعر اني متوتر او خايف من المباراة يجي يقول لي ما تخاف راح اسجل وراح نفوز، وبقول هيدينغ من 10 مرات وعدني بهذا الكلام، سجل 8 مرات وفزنا 8 مرات. روماريو سألوه عن حياة السهر اللي خلت يعمل هذه الصفقة الغريبة بينه وبين يوهاني كرويف، قال الليل صديقي
وأنا عندما أعيش في الليل أشعر بالسعادة، وعندما أشعر بالسعادة أسجل الأهداف. روبسون أيضا بروي بسيرته الذاتية عن روماريو الكلام مهم جدا، وبقول لم يكن لأحد القدرة أنه يسيطر عليه في حياته الخاصة. اللاعب كان مش شايف شيء، بدي أطلع أسهر، يعني بدي أطلع أسهر، ولكن بنفس الوقت كان عم بروح على البيت وبينام يوم المباراة، وبيجي ثاني يوم على المباراة نايم ونايم كويس، وبروح مفاجئك انه مسجل اهداف كثير. روماريو كان يسهر ليلة المباريات، ورغم ذلك كان في يوم التالي يكون متألق في المباريات. كان عنده نظام حياة غريب، نظام حياة خاص مستحيل يتم قبوله في زمننا الحالي. هناك من يؤمن انه لو كان موجود في 98 كانت البرازيل جابت كأس العالم. هو رجل قمة الثقة بالنفس، قمة الثقة بانه بيقدر يعمل شو ما بده في ارض الملعب. كان يحكي عنه روبسون هناك اشياء لا يقوم بها الا روماريو. روماريو اللي وصلت فيه الثقة انه يقول انا كنت افضل من مارادونا وميسي كمان. زميله ميغيل نادال بيحكي عنه لما كنت اتدرب مع روماريو وتشوفه شو بيعمل بالحراس وبيسجل الاهداف بكل الطرق، بتقول هذا فيلم كرتون، هذا الشيء لم اشاهد احد بيقدر يعمله الا روماريو. باختصار هي قصة سريعة عن شخصية قيادية قوية، عن لاعب بحب التحدي، لاعب اذا راهن دائما بفوز بالرهان، واذا وعد يكون قد وعده. ربما روماريو فترته القصيرة في برشلونة ما ساعدت يصنع شعبية هائلة مثل غيره من النجوم اللي طولوا أكثر به تلك الأندية الكبيرة في أوروبا، لكن الأكيد أنه اللي جاب كأس العالم 94 هو روماريو، واللي أنقذ البرازيل وأهلها لكأس العالم بتلك النسخة أيضا هو روماريو. وأنه روماريو إقليل إجوناس زيه يوقف بوجه يوهان كرويف وقمته وقوته وشخصيته، أنه بيقول له حسجل وأروح أسهر، حسجل وأروح على احتفالات قمة مخالفة قواعد يوهان كرويف. لكن يوهان كان مضطر يخضع أمام هذه الجودة الفائقة للغاية. نوصل هنا لنهاية حلقة قصة الجمعة. كنت معكم أنا محمد عواد، موجود في فيسبوك وتويتر إنستغرام، وضروري جدا تتابعوني على سيرفيس سبورت في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله.